وتعلم أيها المبارك أن كربلاء شهدت مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما شهيدا في العاشر من شهر الله المحرم، وكان على المشهور صائما. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. لماذا لم يقتل علي هذا مع أبيه الحسين بن علي؟ لم يقتل لأنه لم يشارك في القتال، كان يومئذ عمره 23 سنة، موعوكا مريضا، فلم يستطيع أن ينصر أباه، فتركه القوم وأحجم عنه العدو، وما ذاك إلا بقدر الله حتى تبقى سلالة الحسين، لأن الحسين فقد أبناءه جميعا في معركة كربلاء كما فقدته الأمة رضوان الله تعالى عليه، ولعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أشار بقتله، ولعنة الله على من فرح بقتله.